قال لي الفقيه اللي كنا كنتسناو براكشو غادي يدخل الجامع بلغتو، هاد الفقيه غادي تعطاه فرصه وغادي يمشي لفرنسا وغادي تجي عندو مرا خانزة اموال وغادي توقف عليه بحال الطوموبيل وغادي تقول لي رقيني يا راقي راني ما عندي زهر لا في زواج لا في ولاد، عندي زهر غير مع الفلوس. ويقول الفقيه اش نديري يدك في يدي، انا عندي زهر مع الزواج وعندي زهر حتى في الولاد وليني ما عندي زهر مع الفلوس، اجي نجمعو زهرك مع زهري ونولدو زهور ولا زوير وليني ملي غادي يتزوجو عاد غادي توقع الكارثة. كارثة ديال بصح. قبل ما نبداو الفيديو كنتمنى منكم ديروا اشتراك في القناة ونوصلوا هذا الفيديو 10000 لايك باش يوصل ناس اخرين، بطبيعة الحال فضلا وليس امرا. الله يسر لكم دعاء على بركة الله. واحد الفقيه، لا ماشي فقيه، واحد خسر الصورة ديال هاد الناس، كان كيصلي بالناس فواحد الجامع في مدينة بلا ما نذكروها، سميتو خالي، متزوج وعنده وليدات، كانت خالد مدير واحد المركز ديال الرقية، ونعاود نقولها، متطفل على الضومين، داك المحاكم مجهز بآخر ما كاين، تاس الأيام وخالد ولا كيصلي بالناس، وحتى من وليدات ديك المنطقة، كان تيقريهم، قلنا هاد خالد معروف حتى من طرف الجالية المغربية، حيت كانوا كيصيفطوا لفرنسا باش يصلي بالجالية صلاة ديال التراويح في رمضان. كان السفر والاوتيل على حسابهم. هاد خالد كان فيما كيلقى الفرصه كتب التصويره ديال ولده اللي كان من ذوي الاحتياجات الخاصه، كيبقى يستغل العاطفه ديال الناس وكيقول لهم بلي ولده خاصو بزاف ديال الحصص ديال الترويد ولكن الحاله ضعيفه، هادشي اللي كيخليهم يزيدوا يتعاطفوا معاه، كيعطيوه بزاف ديال الفلوس واخا اصلا ما كان خاصو حتى شي خير، حيت قبل ما يجي لفرنسا كانوا المحسنين في المغرب ديما كيدوروا معاه ويتهلاو فيه، وكان كيدخل فلوس يوميا من المركز ديال الرقيه واخا كان غير كيتصب على عباد الله. المهم فاش كيسالي الشهر ديال رمضان كيرجع بحالته للمغرب وهو مشارجي وهدايا وفلوس. دوز خالد فتره طويله وامام وكان تيقري حتى الوليدات. هاد خالد كان كيحتارمو الكبير والصغير وكان كيبان ليهم على انه راجل معقول وداخل سوق راسو، ولكن داكشي كله كان غير تمثيل. كان الزوجه ديالو فتيحه كتعاني مع القهر والفقر، فين ما يدخل الدار كيدخل بعجاجو، كان لسانو صليط وكلامه ما فيه ما يتسمع. كانت فتيحة صابرة غير على قبيل وليداتو، خاصة وليد اللي ما تيقدرش يتحرك، اللي قلنا مداوي الاحتياجات الخاصة. دازت الأيام وجا واحد شهر رمضان ومشاو تاني لفرنسا كيف عوايدو على قبل صلاة ديال التراويح بالجالية تما. المهم دوز ديك المدة تمايا فسالا رمضان وكان كيستعد يرجع بحالته للمغرب. جات عندو واحد المرا سميتها نوال، قالت لي عندي جوج ديال المشاكل مرضوني في حياتي السي الفقيه، أنا ديما فيما تنتزوج كنطلق وجابش الله وليدات، وشاكا بلي شي واحد ساحل ليا. ويقول لها خليل اشوفي يا لالا انا راه مسافر للمغرب واصلا المركز عندي راه تما وماشي هنا، ها هو العنوان وقت اللي جيتي مرحبا بي. وهي تقول لي هاد نوال انا ناويه نيت هاد الشهر نزور اهلي ومن تما سي الفقيه غندوز عندك ان شاء الله المركز. رجع خليل بحالته للمغرب وفعلا غير شي يامات وجات عندو نوال حتى المركز ديالو وقال لها خاصك ضروري شحال من حصه باش يشخص الحاله ديالها. وفعلا ولات كل مره كتجي عنده ودغيا ولاو زاعمين على بعضياتهم ولاو كيضحكوا ويتماسحوا وفي الاخير صدقوا في علاقه غير شرعيه. دازت الايام ورجعت نوال لفرنسا، بقاو على تواصل مع خالد. هاد نوال كانت لاباس عليها، فيلا طوموبيل واخر ما كاين، فلوس عندها غير كتشت بلا ما تضرب ليها حساب، حيت خوها كان قرو. لا ماشي قرو ديال السله، قرو ديال الغبره وباش ما يشكوش فيه البوليس، بحال كان عارف راسو واحد النهار غيطيح. كان كيكتب كلشي في سميته هاد ختو نوال، اراك ليا دابا فاش غادي يجي خالد لفرنسا ويتلاقى معاه في الفيلا ديالها. ويقول لها غنسولك على لالا نوال، منين جاك هاد الخير كامل؟ قالت لي غير ورث وصافي، غير شي يامات وطلبها الزواج، هي وافقات ولكن شرطات عليه يطلق مراتو الاولى. شرطها جاه ساهل، هو اصلا كان باغي غير تسبى باش يتفك من المرا الاولى، ولينا بلاتي عليه، بلاتي على العفريت، غتسنى واش غيطرى ليه. وافق على الشروط ديالها ومشاو للمغرب تزوجوا، طلق الاولى، دارت لي الوريقات داتو معاه لفرنسا. خالد كان نهار على نهار كيشوف فلوس عدد نوال غير غادي وكتزاد، واخا هي غير كتضل ناعسه ضرو راسو. العفريت ديال الفقيه بقى كيسد الدجاجه في الكلام، حتى جاتو نيشان وقالت لي ما كاين لا ورد لا والو، راه كذبت عليك حيت كنا باقيين كاع ما مزوجين، دابا راه كنتيق فيه، هاد الخير كامل اللي عايشه فيه كتبوا لي خويا في سميتي. وشنو كيدير وشنو كيدير؟ خالد بلا ما يفكر طلبها تشوف لي شي خدمه مع خوها، وفعلا قالت لخوها
ودبر ليه باش يعاود يوصل الغبرة داك العجم من منطقة لمنطقة في فرنسا. كانت خالد كيلبس جلابة وكيهز التسبيح، وحتى نوال لابسة جلابة على أساس غادين غير شي مناسبة. البوليس كانوا فين ما كيشوفوهم كيخليهم يدوزوا حيت الشكل ديالهم ميخليهمش يشكوا فيهم. دازت الأيام وخالد باقي خدام مع خو مراتو، دار شوية الفلوس وبهاد الفلوس دار واحد القهيوة لنقولو باه صغير، دار واحد الشركة ولا كيشهر بطريقته. وفاش كيشوفو الناس كيتواصلوا معاه من المغرب كيختار غير البنات، كيقول ليهم بلي غادي يخدم عندهم في الشركة بقد وقد الشهر، وكان كيقول ليهم مبلغ كبير باش يطمعهم وبلي غادي يصايب ليهم الوريقات، ولكن كيشرط عليهم 4 ديال المليون ولا 5 الا بغاو يخدموا ويصايب ليهم الوريقات. دوك البنات كانوا كيتشيقوا فيه هما والديهم بحكم ان السيد اللي كيتعاملوا معاه راه فقيه، فقيه يا حسرة لا متطفل عليهم. كيعطيو الفلوس بعينيهم مغمضين ويصيفطوا بناتهم عنده غير كيجيو ديك الدريات فرنسا وكيدخلوا الشركة. هنايا خالد كيحيد ليهم مراقبهم ومعلوماتهم الشخصيه وكيديهم صحه الفيلا ديالو وكيخلعهم باش حتى وحده ما تفكر ديرها وكلها. كيبقى يضغط عليهم نفسانيا وفي الاخير كيصيفطهم داك البار اللي هو الشركه ديالو، وكيدير نفس البلان مع بنات جداد وغادي القضيه بحال هكا كيدوز ليهم حد المده عاد كيصيفطهم. وهادشي كامل قدام راتو اللي كانت كتعبد الدرهم بحالو. وتوالت الايام وبقى غادي بنفس الروتين، ما كاينش لي ديكلارا بيه. واحد النهار غيجيب واحد الدريات جداد ومن بعد ما خدا ليهم مراقب وخلعهم بالقوه والسلطه كيلعب عليهم نفسانيا بلي غادي يخدموا غير واحد المده وغادي يصيب لهم الوراق وغادي يصيفطهم بحالاتهم يبقاو في فرنسا زعما. وفي حاله الا ما داروش هادشي راه ما غيديو منه باش ينقيو سنانهم الا فكروا ديكلارو بيه. المهم من دوك الدريات جداد غادي يخلي واحده منهم تخدم عنده في الفيلا، كان سميتها وصال. مراته في الاول رفضات ما عجبها حال حيت البنت كانت عندها يلا 20 عام كانت مازال زوينه، هو بحلاوة ديال اللسان ديالو بقى كيقنع فيها وما خلاش شي كذبه الا وقال ليها باش تخليها معاه في الفيلا. قالت لي صافي انا موافقه. دازت الايام وكيحاول يتفلع على البنت ويطمعها بالوراق والفلوس حتى تاقت فيه، صدقوا في علاقه غير شرعيه وصدقات حامله منه هي ما يخبيه. وفي الاخير قرر يقول لمراته في الاول نوضوا وما خلاش فيه بسبان والمعيا يا الشماته انا اللي درتك راجل ولا هو كان دم مبارد عارف اش كيدير، ولكن النهايه ديالو ما غتكونش كما كان متوقع يا ريتو بقى غير مراتو الاولى. المهم فاش بردات مراتو نوال قالت لي صافي اش غدير كون هاني خليني مني ليها وانا عارف كيفاش نقنعها تحيي الدري. وفعلا الدريه باتت ما صبحات ما بقاش في الفيلا، خليل ما عرفاش فين مشات. قال لي خليل كيفاش درتي ليها؟ قالت لي ياك ما نسيتي باللي الفلوس كدير طرقان في البحر واخا هكاك يلا نمشيو نديرو اللي علينا ونديكلارو بالاختفاء ديالها. وهاد ديكلاراسيون ديال الاختفاء هي اللي غادي تسكر كلشي. دازت الايام وخالد بقى هو ومراته على نفس الطريق، معمرو سول في مراته الاولى ولا ولادو راك ليا دابا النهار غادي تفضح اخ ديال نوال وخديت تشد مع شدو البوليس وضغطوا عليه وقالوا لي شكون خدام معاك في ديك العجب. قال لهم فلان وفلان وحتى خالد راجل اختي خدام معايا. البوليس قصدوا خالد وشدو لكن هو كان حافظ صواريه وظهر بحسابه، ما لقاو البوليس حتى دليل ضده. قال لهم انا خير امام ديال المسجد وما ليا والو في هادشي كامل، وسولوا عليا الناس كاع اللي بغيتو تاكدوا باللي انا بعيد بزاف على الطريق. فعلا كانوا الناس مخدوعين فيه كيشوفوه راجل معقول. دابا خلينا من خالي وراك ليا فاش غادي يوصل واحد البلاغ البوليس من واحد السارع راح اغنم فواحد الباديه في فرنسا كيقول فيه باللي الكلب ديالو كان كيذبح بزاف. وفجاه السيد يشوف لقى بنت مصفي عليه شي واحد، وصلوا البوليس صيفطوه للطب الشرعي داروا التحقيقات ديالهم وقلبوا على البلاغات ديال الاختفاء حتى لقاو واحد ديكلاراسيون دايرها خالد ونوال على البنت اللي كانت خدامه عندهم. صيفطوا لهم السيدها وجاو واستجوبوهم قالوا باللي كانت خدامه عندهم ولكن واحد النهار مشات على غفله بلا ما تعلمهم. البوليس طلبوا اذن بالتفتيش وتعطاهم فاش قلبوا في الفيلا غادي يتصدموا باللي مخبي عنده بزاف ديال البنات. فسولوا البوليس دوك البنات قالوا لهم واش كديروا هنايا؟ هنايا الدريات غادي يصرحوا غادي يقولوا حنا وعدنا خالد باش نخدموا ويعطينا حصه كبيره ويدير لنا الوراق، ولكن فاش جينا كيحبسنا في الفيلا ديالو نهار كامل حتى كيطيح الظلام وكيدينا البار ديالو اللي جا في البلاصه الفلان الفلانيه حتى الصباح عاد كيجيبنا عاود ثاني. فسولوهم بوليس على وصال قالوا ليهم بلي النهار الاول كانوا كلهم مجموعين ولكن هي عزل عليهم وما عمرهم شافوها. اراك ليا فاش خرج التقرير ديال الطب الشرعي اللي تيقول بان البنت تصفات لها بجوج قرطاسات في الراس وباللي حامله وبطريقه من طرق ديال البوليس غادي يعرف البوليس بلي كانت عند وصال علاقه غير شرعيه هي وديك خالي. هنايا غادي يعرفوا بانه غلط معاها وممكن يكون هو اللي صفى لها باش ما يتفضحش. غادي تم استدراج خالد وغادي يضغطوا عليه وهنايا غادي يعترف لهم بكل شيء الا هذه
قال لهم باللي ما عنده حتى شي علاقه على صفيه الادويصات، كانت عنده علاقه غير شرعيه، ولكن هو ما دار لها والو. بقات مستمره التحقيقات حتى غيلقاو الاذات اللي تمت بها العمليه في البلاصه قريبه فين وقعت ديك الحادثه. في لقاو مرميه وصال وهي تعترف لهم مرات خليل، قالت لهم انا اللي صفيتها لها، كنت حماتني الغيره والحسد، اصلا ما كنتش حاملها من الاول. قالت لهم باللي خويا هو اللي عطاني هذه الفكره واللي عاوني خويا البزناد. وزادت اكدت باللي خالد فعلا ما عنده حتى شي يد في هذا الشيء، وباللي هي اللي غفلات البنت وتيرات فيها، ومن بعد دارتها في الطوموبيل داتها دفناتها في الغابه. في الاخير تحكموا بجوج، هي ب 30 عام يا خويا، هو تحكم ب 20 عام بتهمة تجارة في البشر وتجارة في المخدرات. وخا كانت قليلة عليهم، ولكن على الأقل خدوا شوية من الجزاء اللي كان خاصهم ياخذوا. تخيلوا معايا الخوت، ولا الإنسان كيتاجر بدينه كيدير فيها راجل دين وهو من الداخل ديالو الشيطان، وهادشي كامل غير على قبل الفلوس. حنا بطبيعة الحال ما كنعموش، ولكن كنهضر على واحد النوع، واحد النوع اللي كيدير الدين تجارة. والعبرة من هادشي الخوت، أولا الوالدين ما خاصهمش يتيقوا وضيع رزقهم ورزق ولادهم على مصير مجهول. راه اللي عمى الطمع راه ما بقى كيهمو لا حلال ولا حرام، ولاني غادي تشلى به ايام غتلقاه يا مشدود في الحبس يا طاري عليه شي حاجه ولا خاسر روحو. هنايا الخوت كتسال القضيه ديال النار والحلقه ديال النار. نتمنى تكون عجباتكم، تلاقاو في حلقه اخرى وفي قضيه اخرى ان شاء الله. تهلاو في راسكم.